أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب كثير مني أن أقدم طريقة تشغيل برنامج إحصاء القرآن وكيفية تحميله. كثير كثير من الأسئلة يسألوننا من أين نحصل على البرنامج الرائع الذي فيه ميزات الحقيقة رائعة جدا سوف نتعرف عليها اليوم، وكيف نستعمل هذا البرنامج لتدبر عجائب القرآن العظيم. الحقيقة قلنا أيضا إن هذا البرنامج موجود على موقعنا على الإنترنت، موقع الكحيل للإعجاز العلمي، تبحث على جوجل فيخرج لك هذا الموقع. طبعا طبعا هنا الموقع أيها الأحبة على الواجهة الرئيسية يوجد أكبر برنامج لإحصاء القرآن تحميل مجاني. بالضغط على هذا البنر نجد هنا رابط للتحميل. من هنا نقوم بتحميله هكذا، نضغط عليه، حجمه بحدود 5 ميجا، يعني حجم خفيف، ثم نقوم بتحميله على سطح المكتب هكذا، أو ممكن أن نضعه في مجلد خاص مثلا نسميه إحصاء القرآن، إحصاء القرآن، لكي يسهل الرجوع إليه. ثم ندخل إلى سطح المكتب، إلى نجده هنا. عندما يكتمل التنزيل نقوم بفك الضغط بزر الماوس الأيمن هنا، نقول استخرج الملفات هنا، نستخرج الملفات ببرنامج فك الضغط وين رار أو زد رار. فعندما نستخرج هذه الملفات أيها الأحبة ينزل معنا هذا المجلد، نفتحه، نجد بداخله 4 ملفات. هذا هو برنامج إحصاء القرآن. قبل تشغيله يفضل أن نقوم بتنصيب الخطوط، خط المصحف العثماني، نقوم بتنصيب انستول هذا الخط. أولا يقول لي إنه موجود، لا مشكلة، نصبته أنا من قبل. ثم ننصب الخط الثاني ثم نشغل البرنامج. فعند تشغيل البرنامج طبعا هذه الألوان أنا اخترتها من خيارات تلوين البرنامج. من هنا يوجد خيارات تنسيقات الألوان، إذا تنسيقات الألوان عندما نضغط عليها نستطيع أن نلون مربع العرض، مستطيل الجدول الآيات، مربع البحث إلى آخره. تستطيع أن تختار الألوان التي تحبها، التي يعني تكون مريحة لك في يعني التعامل. أنا طبعا اخترت خطوط أو ألوان داكنة فقط من أجل انعكاس الضوء على الشاشة، وإلا هو اللون الأبيض هو أريح للعين. الآن يظهر البرنامج كما نراه أمامنا أيها الأحبة هكذا، يعني مثلا هذا هو البرنامج، يعرض آيات القرآن من أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، كلما نزلنا آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. انتبهوا هنا عندما أنا أضغط هنا بالزر الذي السهم الأعلى والأسفل، أتنقل بين الآيات، مالك يوم الدين، طبعا مالك كتبت ملك لأنني أستخدم هنا الرسم العثماني. هنا من هنا يوجد اختيار الرسم القرآني، أنا اخترت هنا الرسم العثماني أيها الأحبة. تستطيع أن تختار الرسم الأول، يعني الرسم الأول من دون نقط، من دون عفوا همزة أو شدة أو ضمة أو كذا، هذا هو الرسم الأول وهو الرسم الذي أفضل التعامل به، لأنه هو الذي كتب في زمن
نزول القرآن، النبي أمر المسلمين أن يكتبوا القرآن بهذا الرسم ما عدا التنقيط، حتى إننا أضفنا خيارا هو الرسم الأول من دون تنقيط، هكذا هكذا. هذا فقط يعني نوع تزيين ليس له استخدام، لأنه نفس الرسم المنقط، ولكن وضعناه فقط للاستئناس لمعرفة كيف كان يكتب القرآن. هكذا كانت تكتب: اهدنا الصراط المستقيم. لا يوجد أي نقط، لا يوجد تشكيلات، لا يوجد أرقام، لا يوجد أي شيء. هكذا وصلنا القرآن من زمن النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما يسمى بالرسم الأول للقرآن العظيم. الحقيقة أيها الأحبة، يعني أنا أحببت هنا أن نتأمل هذا البرنامج الذي يمتاز بخيارات هائلة جدا، وهناك أشياء الحقيقة أنا لا أعرفها. يعني يوجد مجالات للبحث والإحصاء في هذا البرنامج، يعني أنا نفسي لم أتعرف عليها بعد، مع أنني أنا عملت هذا البرنامج مع الأخ المبرمج الجزائري الأستاذ محمد حمادي، ووضع فيه خيارات كثيرة جدا، وحتى الآن كثير من الخيارات أنا لم أستعملها، يعني بسبب ضخامة هذا البرنامج. بسرعة، طبعا نحن لدينا الرسم العثماني هنا، الرسم الإملائي أيضا، الرسم العثماني من دون تشكيل، الرسم الإملائي من دون تشكيل، خيارات كثيرة جدا. هنا لدي نص القرآن الكريم حسب النظام الافتراضي الذي وضعناه نحن، يعني وحسب مصحف المدينة. وهنا وضعنا بعض الباحثين، هناك خلاف بين دمج ما الاستفهامية أو فصلها، فهناك خلاف، فقط هذا يؤثر في عد بعض كلمات، وهي أربع كلمات يعني في القرآن، لذلك ليس هناك مشكلة. وهنا أيضا إضافة البسملة لجميع السور، يعني إذا أحببنا أن نضيف البسملة لكل سور القرآن في العد والإحصاء يمكننا أن نفعل ذلك بالضغط على هذا الخيار. المهم أيها الأحبة، هذا هو القرآن يظهر أمامنا. طبعا سأعود هنا للرسم العثماني مثلا، أو الرسم الأول كما نرى، الذين يؤمنون بالغيب كذا كذا إلى آخره. ميزة هذا البرنامج أيها الأحبة أنه يعطيك عدد، يعني انظروا معي هنا مثلا، انظروا معي، أنا لدي هذه الآية موجودة في سورة البقرة، رقم سورة البقرة 2. الرقم 11 هو تسلسل هذه الآية على مستوى القرآن، يعني القرآن فيه 6236 آية. هذه الآية ترتيبها على مستوى القرآن 11. إذن الرقم هنا على اليمين، أو الرقم يعبر عن تسلسل، الرقم التسلسلي للآية عبر آيات القرآن. هنا رقم سورة البقرة، رقم الآية هنا 4، هنا عدد كلمات الآية، عدد الحروف. إذن طبعا الحروف المرسومة. إذن كل رقم هنا أعطاني يعني مؤشر معين لأتعرف على ما يتعلق بهذه الآية، وهنا أعطاني أيضا الحروف التي ذكرت، حروف اللغة العربية 28 حرفا. هذه الآية ذكر فيها 14 حرفا، والحروف التي لم تذكر عددها 14 أيضا. إذن ويرتب لي هذه الحروف حسب الأكثر تكرارا، يعني حرف النون والألف هما الأكثر تكرارا، 8 بـ8، حرف الواو 7، اللام 6، الميم 5، الياء 4، وهكذا. طبعا هنا أيها الأحبة، لكي لا أطيل عليكم بسرعة، أنا لدي خيار هنا دمج الواو وفصل الواو، يعني عندما أضغط على دمج الواو هنا نجد أن عدد كلمات الآية أصبح 12، لأن الواو هنا
الواو هنا والواو هنا أصبحت جزءا من الكلمة، يعني مثلا وبالآخرة أصبحت كلمة واحدة، بينما إذا ضغطنا على فصل الواو انظروا أصبح لدينا كلمتين. يعني عندما نحدد بالماوس بالآخرة، انظروا حددنا هنا وبالآخرة كم عدد الكلمات؟ اثنان. عندما ندمج الواو هنا، طبعا عندما نقوم بدمج الواو تصبح وبالآخرة، دعونا نحدد كلمة وبالآخرة تصبح كلمة واحدة. إذن هذا البرنامج رائع جدا، يمكنك أن تفصل الواوات كلها في القرآن وتعد كلمة واحدة أو تدمجها. هناك منهجان طبعا في إحصاء كلمات القرآن، وهذه القضية يعني سألني الكثير عليها، لماذا تعدون الواو أحيانا كلمة وأحيانا؟ هي ليست أحيانا وأحيانا، لا، هما منهجان. منهج عد الواو كلمة مستقلة كما في سورة الكهف وكثير من الأبحاث، ومنهج آخر لا نعد الواو، نلصقها بالكلمة التي بعدها. إذن هما منهجان وكلاهما يعطيك نتائج إعجازية. الآن أيها الأحبة، أنا لدي هنا إحصاء بالجذور. قبل أن أنتقل، تستطيع أن تحصي بالجذور، يعني مثلا عندما نضغط عليه نبحث عن كلمة مثلا إله، اللهم، الله، كل هذه الكلمات، هذه جذرها ألها. الجذر اللغوي هو ألها، ألها. عندما نكتب ألها بالهمزة ونضغط على البحث هنا يعطينا 2851 مرة، هي مشتقات كلمة ألها، وتجد بين النتائج كلمة إله، الله، اللهم، إلهكم، إلهنا، لله، فالله، كل هذه الكلمات. ويمكن للبرنامج أن يقوم أيضا إذا حددنا هنا وكبسنا بالزر الأيمن للماوس، نستطيع أن نفرز الكلمات التي تحتوي على الجذر. يعطيك الكلمات كلها 28. إذن الأصل اللغوي أو الجذر اللغوي ألها له 28 مشتق: الله، لله، بالله، والله، فالله، ولله، إلهك، وإلى آخره. إذن هذه طريقة البحث بالجذور. تستطيع أيضا أن تبحث عن جذرين، يعني مثلا ألها ومثلا رحمة، نكتب رحمة، ثم نختار هل تريد الجذور معا، جذر واحد على الأقل، أم الجذور معا، أم الجذور معا مرتبة، يعني كلمة الله أو إله ثم رحمة أو رحيم أو كذا، الجذور معا متتالية يعني لا يوجد بينهما فاصل، الجذور معا مرتبة متتالية. إذن خيارات: أنا أريد الآيات التي تحوي كلمة إله وكلمة رحيم، أو كلمة رحمة وكلمة ألها، أو الله والرحيم مثلا. يعني أبحث هنا الجذور معا، أختار الجذور معا ثم أضغط إنتر، هنا يعطيني 370 نتيجة، وعدد الآيات 130. أول آية هي بسم الله الرحمن الرحيم، إذن الله الرحمن الرحيم، وهكذا. هنا الله رحمته، الله برحمته، الله مثلا، إلهكم، إله، إله الرحمن الرحيم. إذن كل الآيات التي فيها جذر إله وجذر رحمة تستطيع، وهكذا إذا بحثت عن ثلاثة جذور أو أربعة أو خمسة إلى آخره. الآن نعود إلى الإحصاء العادي، نضغط الزر مرة ثانية فنعود إلى الإحصاء العادي. قلنا لدينا إمكانية فصل الواو، لدينا إمكانية عرض الآيات كاملة هنا، بعد عمليات البحث تحتاج إلى الرجوع لعرض كل آيات القرآن. لدينا عرض الصور أيضا، يمكن أن نضغط عليه فيعرض لك الصور، الفاتحة، البقرة، آل عمران، كذا إلى آخره.
ترتيب النزول، عدد الآيات، الكلمات، الحروف. هنا التسلسل أو رقم السورة. تستطيع أيضا أن تبحث داخل أي سورة وتعرض أي سورة وتبحث فيها بهذا الشكل. أنا لدي هنا الانتقال لسورة معينة، أستطيع أن أضغط هذا وأختار سورة مثلا الحجر، ثم أقول له موافق فيأخذني إلى هذه السورة، سورة الحجر مثلا. أعود لعرض الآيات. طبعا عندما نضغط عرض الآيات يتبدل هذا المفتاح فيصبح الانتقال لآية أو F5. عندما نضغط عليه أنا أريد أن أبحث عن آية في سورة مثلا يونس، الآية رقم مثلا 18، فأضغط موافق يأخذني مباشرة لسورة يونس الآية رقم 18، الآية رقم 29، كلماتها 29، رقمها 18، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لدي ميزة هنا عرض الكلمات، نضغط عليها يعرض لي كلمات القرآن كلها مختصرة، معجم مفهرس، باسم ثلاث مرات، الله 2155، الرحمن 45، الرحيم كذا، الحمد لله كذا كذا، هكذا كل آيات القرآن. عدد كلمات القرآن 77432، وهي 14543 نوع. طبعا هنا نحن دمجنا الواو، ستظهر الواو عندما نقول فصل الواو، سيقل عدد الكلمات. انظروا عندما فصلنا الواو أصبحت 13143. لماذا؟ لأن كلمة مثلا وبالآخرة كانت كلمتين، أصبحت كلمة. عند إحصاء الكلمات القرآن كلها سيفصل الواو ويعطيك فقط كلمات بالآخرة كم مرة. إذن هنا تستطيع أن تتأمل كلمات القرآن كاملة، وتستطيع أن تبحث هنا مثلا أنا هنا أريد أن أبحث عن الكلمة مثلا ما، بمجرد أن ضغطت حرف الميم أخرج لك كل الكلمات التي فيها ميم. كاف، أنا أريد أن أبحث عن كلمة مكثة، فأخرج لك كل الكلمات التي فيها ميم كاف. لاحظتم؟ عندما أضغط حرف ثاء يعطيني سبع كلمات، فيمكث مكث ماكثين، امكثوا فمكث ماكثون. إذن برنامج دقيق جدا، وطبعا كل كلمة يعطيك هنا عدد حروفها، تفاصيل الحروف، أو هنا على ما يبدو يعطي المجموع كل الكلمات كم عدد حروفها. طيب الآن، حتى الآن نحن لم ندخل في العمليات الإحصائية، هناك عمليات إحصائية في القرآن الكريم، لم ندخل في هذا، هذه واجهة خارجية للبرنامج. هنا لدي هنا بعد اختيار الرسم القرآني إحصاء كلمات القرآن، عندما نضغط عليها نستطيع أن نحصي الكلمات التي تبدأ بحرف أو بعبارة أو كلمة، إحصاء الكلمات التي تنتهي بحرف أو كلمة أو عبارة أو كذا، إحصاء الكلمات التي تبدأ بحرف وتنتهي بحرف، يعني أنا أريد كلمات تبدأ بالباء وتنتهي بالباء يخرجها لك إلى آخره. طبعا كل هذه خيارات أيها الأحبة، لو أردنا أن نتحدث عنها سنحتاج إلى وقت طويل، ولكن منها تستطيع أن تختار الكلمة رقم كذا، أنا أبحث عن الكلمة رقم 10,000 في القرآن، تستطيع أن تجدها، عن الحرف رقم كذا في القرآن، فرز كلمات القرآن، يقوم بفرز كلمات القرآن كاملة، أو فرز كلمات سورة معينة، يعني يصنع لك معجم مفهرس لسورة مثلا، أو آية يقوم بفرز كلماتها بحيث أنك تجري الدراسة على كلمات هذه السورة. هنا حتى يوجد إحصاء لكلمات وحروف نص خارجي، يعني يمكن أحد أن يأتي بنص من خارج القرآن يحب أن يقارنه، يدرس تركيبة هذا النص، يستطيع أن يضعها هنا في البرنامج ويجري عليها عمليات لمعرفة الكلمات والحروف وغير ذلك. هنا إحصاء الكلمات التي تتميز بها سورة معينة، يعني ما هي الكلمة التي وردت في
سورة مثلا سورة الإخلاص لم ترد في أي سورة أخرى؟ مثلا كلمة الصمد لم ترد إلا مرة في سورة الإخلاص، كلمة الكوثر لم ترد إلا في سورة الكوثر فقط. فإذا أردنا أن نعرف هذه الخاصية على مستوى القرآن كله، هنا هذه هي التي تتميز بها السورة عن باقي السور أو آية عن باقي آيات الجدول. نستطيع أيضا أن نستخرج الكلمات التي تتميز بها آية من آيات القرآن، عملية دقيقة جدا أيها الأحبة. هنا نفس الشيء مع إحصاء الآيات، الخيار الثاني إحصاء الآيات، الآيات التي تبدأ بي أو تنتهي بي، الآيات التي مثلا يعني بها كلمات مكررة بها كذا، هنا تبدأ بكلمة تنتهي بكلمة، أيضا خيارات واسعة لا نريد أن نخوض فيها. هنا نسخ النص، تستطيع أن تنسخ آية أو كلمة أو سورة أو المصحف كاملا إلى ملف وورد مثلا، نسخ ولصق. تستطيع أن تنسخ الآيات مجمعة، آية واحدة أو آية آية، يعني خيارات سهلة يستطيع أن تطلع عليها. هنا أدوات البرنامج، لدي شفرة الحروف، أنت يمكن أن هناك أناس يؤمنون بحساب الجمل، أنا لا أقتنع به حقيقة، ولكن وضعنا خيار هنا لأحبائنا الذين يبحثون في هذا العلم، يستطيع أن يختار مثلا، تضغط عليه تختار شفرة الحروف، يعني أنا وضعت هنا مسبقا الجمل، الجمل الجمل الألف واحد، الباء اثنين، التاء أربعمائة، الثاء كذا، الجيم ثلاثة، الحاء ثمانية، وهكذا. أنا وضعتها موضوع عندي، أنت تستطيع أن تضع الشفرة التي تحبها. طبعا ملاحظة، أنا عندما قلت أنني لم أقتنع بموضوع حساب الجمل ليس عبثا، بحثت فيه مطولا حقيقة وأمضيت ليالي طويلة ولم أجد يعني شيء أنا يمكن أن أعتبره إعجازا حقيقيا. هناك مصادفات، هناك توافقات، هناك أشياء تدعو للتفكر أحيانا، ولكن حقيقة أنا لم يعني أنا لا أنكر حساب الجمل ولا أقتنع به. هناك فرق أيها الأحبة، هناك فرق بين إنسان ينكر تماما شيء وإنسان يقول لك أنا لم أجد نتائج إعجازية في حساب الجمل وبالتالي أنا لا أقتنع به، ولكن إذا جاء من يقنعني به فأهلا وسهلا، يعرض نتائج والإنسان يطلع عليها. وطبعا نحن يعني دائما نسعى لأي شيء يدعم أبحاث الإعجاز العلمي والرقمي، يعني هذا منهجنا في هذا العلم. إذن لا نريد أن نطيل عليكم أيها الأحبة. هنا لدي إذن أدوات البرنامج، شفرة الحروف، تحليل إلى جداء عوامل الأولية، أنا أستخدمه كثيرا، تستطيع أن تدخل هنا أي عدد مثلا وتضغط إنتر يحلل لك هذا العدد إلى عوامله الأولية لتعرف هذا العدد مضاعفات 19 أو مضاعفات 7 أو كذا، هذا مهم جدا. بقي لدي هنا قواسم عدد طبيعي أيضا تشبه هذه، مقارنة بين مجموعتين من، وهناك حاسبة وهناك دفتر ملاحظات، وأخيرا حول البرنامج معلومات سريعة حول البرنامج يمكن أن تطلع بسرعة، هذه أنا وضعتها بشكل سريع يعني للإطلاع على يعني معلومة سريعة هذه، ولكن لا تغني عن كتيب التشغيل. أنا أنصح كل إنسان يريد أن يستفيد من هذا البرنامج أن يطلع على كتيب تشغيل البرنامج، أنت بمجرد الضغط عليه فإنه ينزل لديك ملف PDF، هذا هو تشغيل البرنامج. هنا أنا وضعت يعني فهرس مثلا، أنا أريد أن أبحث عن تجميع مثلا عن اختيار الآيات المحددة مثلا، هذا أحد العمليات، أضغط عليه يعطيني اختيار آيات محددة على عكس الخيار السابق كذا كذا. إذا أردت أن أعود للفهرس أضغط هنا يرجعني للفهرس.
فعندما أختار عملية هنا لأطلع عليها أضغط يأخذني لهذه العملية مشروحة بشكل دقيق جدا مع مثال هنا كيف تعمل، ثم عندما أعود من تحت من هنا العودة للفهرس. فهذا الكتيب مهم جدا، ينبغي على كل من يحب أن يطلع على برنامج إحصاء القرآن أن يطلع على كتيب التشغيل. والحقيقة هكذا أنا أكون وصلت إلى تقريبا يعني الأشياء الأساسية في البرنامج. بقي أن أقول إن أي مربع تضغط يعني إذا وضعت الفأرة هنا وضغطت بالزر الأيمن للماوس يظهر لك خيارات، إظهار ترتيب الكلمة، إظهار كذا، ترتيب كذا إلى آخره. تضعها هنا على جدول الآيات مثلا وتضغط بزر الماوس اليمين يعطيك خيارات أيضا، يقول لك مثلا استثناء الآيات المحددة، اختيار كذا، نوع النسبة، الأعداد الأولية، قابليات القسمة على كذا. يعني أنا أريد أن أستنبط أو أستخرج الآيات التي تقبل القسمة على 7 رقمها أو كلماتها أو كذا، فأضغط هنا مثلا وأختار ماذا أريد، مثلا رقم الآية، أدخل مثلا على 7 مثلا يعني على السريع، أعطاني أنا 841 آية رقمها مضاعفات 7 وهكذا. إذا ضغطت هنا أيضا لدي خيارات، يعني عندما أضغط هنا أيها الأحبة هنا على مربع الحروف بالزر الأيمن يعطيني خيارات، ترتيب تنازلي للحروف، تصاعدي، ترتيب عادي، ترتيب ألف بائي، كذا كذا كذا، خيارات كثيرة كثيرة جدا لن نطيل عليكم، نترككم لاستكشافها، لأن متعة الحقيقة متعة هذا البرنامج أن تجلس وتستكشف. ولديك كتيب التشغيل، وكتيب التشغيل طبعا لا يحوي كل شيء على فكرة، يعني هو يحوي تقريبا معظم العمليات الأساسية، أما هناك عمليات أخرى يمكن أن تكتشفها بنفسك. وأرجو أن تساهموا معنا أحبتي في الله في نشر هذا البرنامج ليصل إلى كل الناس إن شاء الله ليستفيدوا منه. هناك أحد الإخوة المختصين بعلم القراءة أخبرني أنه يستفيد في استخراج الأحكام التجويدية، وأخبرني أن البرنامج دقيق في هذا المجال. طبعا يستخدم الرسم العثماني، يستخدم هنا الرسم العثماني، وتستطيع أن تستخرج أحكام الميم الساكنة، أحكام كذا، النون، أحكام كذا، كلها يعني بطريقة معينة يمكن الاستفادة منها. طبعا هناك مجالات واسعة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفع بهذا العمل. وأود أن أقول لكم إن شاء الله نحن نسعى لترجمة هذا العمل إلى اللغة الإنجليزية، وإلى إضافة موضوع القراءات القرآنية لأنه مهم جدا. وقلنا إن كل قراءة فيها إعجاز، يعني إذا يسر الله أن نضيف القراءات القرآنية لنكتشف أن كل قراءة أو رواية من روايات القرآن فيها إعجاز مبهر، سيكون هذا أيضا فتح عظيم يدعم أبحاث الإعجاز القرآني. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله.